مهتم بالشأن العام الدكتور باهر العوكري. بداية دكتور باهر أهلا بك، كيف تابعت تصريحات وزراء الخارجية في اجتماع طارئ الذي عقد اليوم بالجامعة الدول العربية الذي دعت إليه القاهرة بشأن آخر التطورات الليبية؟ مساء الخير لك أستاذة غادة وللفريق الفني المصاحب لك ولجمهور قناتكم الغراء. أخيرا وبعد انتظار طويل تحركت الجامعة العربية في محاولة منها لكي يكون لها بصمة في محاولات العالم أجمع لحلحلة الأزمة الليبية بعد تفاقمها وتحولت من مجرد أزمة أمنية داخلية إلى تهديد واضح وصريح للأمن القومي العربي بصورة أشبه. كان هذا الاجتماع الذي دعت له جمهورية مصر العربية والتي اعترضت عليه حكومة الوفاق ولم يحضره مندوبها، ولكن حضرته جل الدول العربية لتؤكد على وحدة الموقف العربي من التدخلات الخارجية وبالذات في الشأن. نعم. طيب سيد باهر، هل سيكون لجامعة الدول العربية صدى مسموع في القضية الليبية وخصوصا بعد غياب وصمت طويل؟ نحن نتمنى ذلك، فنحن كليبيون نؤكد على دور أشقائنا العرب في دعمنا على اعتبار أننا لا نتشارك معهم في اللغة والدين والمصير فقط، بل هو انتماء مترسخ في ذهن الشعب العربي الليبي وكل أطيافه وجميع مكوناته التي بالفعل تشكل زاوية مهمة وقوة كبرى بإمكانها أن تضيف الكثير للأمن القومي العربي. أن تصل متأخرا خير من أن تصل، هذا ما نقوله في الجامعة العربية، ولكننا هنا نؤكد على ضرورة أن يكون إقليمنا مستقر بأمن عربي واحد يتم التصدي فيه لكل دعات الربيع العربي الذي لم يأتي علينا إلا بالخراب والدمار وما يعانيه المواطن الليبي الآن. وقد كان لدولة ليبيا العديد من المواقف في معاونة الأصدقاء في عديد الأزمات، لابد من أن يرد لنا الآن، أن نسمع على أشقائنا، أن يكون لنا معهم كلمة وموقف في هذه الشدة التي نعانيها. ونحن لم نعد نتعرض لمجرد تحدي أمني، ما نتعرض له الأمن اليوم هو غزو تركي فادح غاشم بطريقة مباشرة ويغض عالمه الطرف نظرا لمصالح إقليمية ضيقة تربطهم بالفكر التركي وحركات الإخوان وغيرها التي تسلم شاهدة إعادة دولة بني عثمان أو تركيا الصفاء يطلق عليها الحكم وأرضه. طيب، هل عدم حضور مندوب السراج سوف يؤثر في القرارات الجديدة التي سوف تخرج من هذا الاجتماع أم لا؟ سؤال جيد جدا أستاذ غادة. بالتأكيد ترعية أصلا حكومة الوفاق هي محل جدل كبير، وعدم حضورهم هنا هو نقطة لصدقنا تؤكد على أنهم لا يستجيبون بها حال من الأحوال لدور العربية. فهذه النقطة يجب استثمارها والعمل عليها لكي نسحب شرعية هذه الحكومة العميلة التي أتت إلى دولة ليبيا على فرقات أجنبية ودعت دورة مثلا الوفاق وأعضاء المجلس الرئاسي من مندوبي برقة ومن الموالين المنتخبة وهي البرلمان عنه و على سطح الحكومة. الحكومة مؤقتة تقوم بالرغم من كل دولها. طيب، لضيق الوقت أشكرك الدكتور باهر العوكلي الأكاديمي والمهتم بالشأن العام، أعتذر منك وشكرا جزيلا لك.